جي اف ام من 7 ل 10 متاع الصباح. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فول، الناس كلها اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من الماتينال سيديس على اي اف ام الاثنين 24 جوان 2024. مرحبا بكم، نهاركم فول، نهاركم ياسمين، ان شاء الله تكونوا حديتوا ويكاند باهر، قطوا فيه بالكدا، قابلتوا فيه العباد اللي تحبوهم، بحرتوا للي من استطاع اليه سبيلا، نوتوكا عبيتوا فيه بون بوفي دوكسيجين باش نقاوموا بها اسبوع جديد من العمل. الاسبوع بديناه البارح بالاحتفالات بالنتائج نتاع البكالوريا، من توا نقول ان شاء الله حظ سعيد للعباد اللي باش تعدي كنترول، وان شاء الله ما يأسوش العباد اللي ما نجمتش تنجح في الدوره نتاع 2024، ماهيش نهايه الحياه. اما لازم نقولوا كمان مبروك، الف مبروك للعباد اللي نجزتها، ومبروك زاد للعباد اللي تميزت واللي باش نحكيوا عليهم اليوم باكثر تفاصيل، باش يكونوا معانا البعض من المتفوقين اللي من توا نحاش منهم. دقيقه واحد جايب 20.15 و20.01، شنو باش تحكي معاه، شنو باش تقول له، شنو باش تساله، ماناش عارفين كيفاش نعدي والإميسان بتاع اليوم مع الجميع المتميزين هذوما. اليوم انطلاق النوفيام اني زادة في بعض العائلات، ستريس انطلق اليوم، دونك ان شاء الله بالتوفيق لصغيرات الكل، فصغيرات للرجال والنساء اللي يحبوا يمشيوا للليسي بيلوت، بالتوفيق للجميع. باقي مع وزارة التربية والتعليم اللي اليوم الاميسيون برعايتها، بوليميك كبيرة على امتحان الفرنسية متاع السيزيام اني، باش نرجعوا على تفاصيله كيف كيف في الحلقة متاع اليوم. الاخبار اللي عنا وموجود في الكونديكتور عنده اكثر من 3 أشهر، اخبار ما نعرفوش مؤكدة ولا لا، عن فتح معبر راس جدير بصفة رسمية اليوم، باش صح الحكاية ولا لا، ما عادش نجم ولا نأكدوا لا ننفي. ومرحبا بكم اخبار تونس والعالم في 24 و72 ساعة الاخيرة في حلقة الاثنين 24 جوان 2024 من الماتينال سيديس على اي اف ام من 7 ل 10 متاع الصباح. خلع بيدي اريج الحمروني، صباح النور. تحية ليك لكافة الفريق وتحية لكافة مستمعي إذاعة إي إف إم، ألف مبروك للتلامذة وسورتو الحقيقة العائلاتهم اللي فرحوا بي نتائج الباك. دونك أنا بالعكس فرحانة على الأخر على الأخر بالمتفوقين اللي باش يكونوا موجودين بحذينا، مش مشكل كيفاش باش نتعاملوا معاهم، سورتو اللي جايبين فوق العشرين، يعطيهم ألف صحة. ياسر البارح ونديري ما خديتش الباك وانا نتفرج في كل الفيديو على التيك توك، ياسر حسيت روحي تمنيت كان جيت انا البارح باك، قديش ندمت لي انا ما صورتش شكل اللحظه هذيك، تمنيت كان قعدت لي، ولكن محليها الفرحه. وبالحق بالحق على قدك ستريس اللي حكينا عليه، وما تستريسي وش ودري شنيا، احلى فرحه يظهر لي هي فرحه الباك البارح، تحس الجو الكل ليلي. فرحة الباك أكبر من فرحة عرسي، فرحة عرسي توجيه مش مشكلة ونفرحوا بها بالكدي بالكدي بالكدي، ولكن بالحق بالحق بارح تحس حتى الجو العام تبدل شوية الحقيقة بفرحة الباك، الدنيا الكل تبدل. برشة تزمير وما نجمناش نرقدوا على بكري واحد، بالضبط. إن شاء الله ديما فرحانين، مش مشكل، مهم ديما فرحانين في الخير. اسمع، ما ريتش برشا كل قفري طلبي ذن البارح يدور وينه، مازال هو قفري طلبي والله ما حليها، فما فازت أخرى. كيفاش جيهان؟ صباح النور. الفل، شنو هي بنان الكفريت هذيك؟ البنان والفانيلا. اي صحيح، نحسب في الباك نتاعكم فرقوا بنان، ما فهمتش. لا مش اسف. اي فما الكفريت وكل جازوز هذيك من غير نعملوا بليسيتي. يا حسره، شنو يا حسره، خلطت عليه انت كفريت؟ ليه ما يحكي وديما يحكي يا اخي، هو مثلا لي كوزان نتاعي اللي اكبر مني من فرحه باكينا وباكورتي ومي كوزان اللي اصغر يسترجعوا هكا في الذكريات هذيا بتاع شنو كانوا يفرقوا قبل. والفرق بين قبل وتوا حتى في طريقة الاحتفال. مازلنا مش نحكيه على البكالوريا، مازلنا مش نحكيه على الاحتفالات، مازلنا مش نحكيه على الاكتواليتي بتاع وزارة التربية وباقي الأخبار في 24 ساعة الأخيرة. قبل هذا كيل عادة القيد هذا تسمعوا أحوال الكاسيت. انتم تسمعوا في خالد العبيدي من 7 ل 10 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. يا سيدي مرحبا بكم من جديد، 7:27 الاثنين 24 جوان 2024، جمعه جديده انطلقت بالافراح نتاع البكالوريا. اليوم مش نحكيو برشا طبعا على البكالوريا، ما عندناش نسب الرسميه نتاع النجاح، باش نكتشفوا الارقام الرسميه غدوه ان شاء الله في الكونفرنس دو بريس تاع وزاره التربيه والتعليم، ما نعرفوا المعادلات نتاع المتفوقين في كل شعب.
اكزاكتومون في انتظار غدوه الكونفرنس دو بريس الرسميه لوزاره التربيه باش تعطينا النسب اجماليا تاع دوره 2024. نحكيو على اماني بسيس اللي كانت متفوقه على شعبه الاداب من معهد ابن ابي ضياف بمنوبه 17.37 19.72 بالنسبه لفردوس العياري على شعبه العلوم التجريبيه من المعهد النموذجي بنيبل، كيف رامز مساك بنموذجي سوسه 20.15 شعبة الرياضيات. بالنسبة للاقتصاد والتصرف مية بالحاج رحومة معهد ابن أبي ذييف منوبة زيدة 18.87 19.11 لنديل مسلماني شعبة الإعلامية معهد عبد العزيز بالخوجة قليبية نموذجي نابل سيرين حوالة علوم تقنية 19.22 و 18.47 معهد بورقيبة المنستير سلمى العجور شعبة الرياضة. وين يسفيقس؟ ما عارش ناس الكل بارح تلوج على سفيقس، سورتو الناس اللي قبل النتائج متاع البكالوريا بدوا يهبطوا فك الستاتيو القدم على أساس أنه سفيقس كانت في العادة تكون هي اللي تحتكر المراتب الأولى في علاقة بالبكالوريا ونسب النجاح. تبدلت الخارطة، ماهيش حاجة خايبة، بالعكس حاجة ظهرت لي تفرح ياس، اللي شفنا كل الولايات براتيكمون فيهم متفوقين، حتى إذا كان مش في المراتب الأولى كانوا في الثلاثة مراتب الأولانيين، دونك يعطيهم ألف صحة متفوقين الكل، وحتى اللي جيب 10 وفرح عائلته يعطيه صحة، لأنه في الأخر في الأخر حتى 9.3 وبالرشاة في الأخر تزغريتها هي نفسها والفرحة في الحومة هي نفسها والفلوس بشتلموهم كيف كيف أي الفلوس بشتلموهم راكم الكلكم كيف كيف اللي يجيبوا 9 ويرحوا بالرشاة يفرحوا أكثر من المتفوقين. أن توكا سفيقس باش ينتقموا باز عام جي، ننتظروا انتقام ولاية سفيقس في بكالوريا عام جي، كواكو معناش نسب رسمية، أما النسب الأولية فيها أنه سفيقس واحد وسفيقس اثنين على مستوى المناطق معناها هما المتفوقين من حيث نسبة الناجحين، دونك مازالوا هما الولا في الترتيب العام، أما نحكيو على المعادلات الكبيرة سنة، دونك ما فماش ولاية سفيقس في الليستة متاع لوناني في كل شعبة. تقول أنت موجود الولايات الكل، باقي اللي موجودة كالعادة الخارطة الساحلية معناها سارفليت كيما كل مرة، التفاوت الاجتماعي اللي موجود في تونس، نحكيو على نابل وتونس الكبرى وسوسة ومستير وغيره، دونك نحكيو على الشريط الساحلي اللي ديما التفوق يجي من غادي للظروف اللي نعرفوها الكل. ان توكا احنا باش ناخذوا فرحانين باش ناخذوا اليوم برشا 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 من المتفوقين، برشا من اللي جابوا 20 تبارك الله، كيفاش عملوا ما نعرفوش. معانا اسراء شعبة الرياضيات. اسراء يا مبروك يا اسراء. يا اسراء انت ماك القرايين الحشمين. اي اسراء 20.01 هكا. اي زيد 0.1 كاك 20 20 ازل. شنو حوالك اسراء؟ الحمد لله. صارت البارح ولا شنو هي الحكايه؟ اي عاد فرحه والناس كلها ملمومين الحمد لله. اسراء دونك 20.01 شعبة الرياضيات من ولاية قفصة، احكي لنا كيفاش اختار من كيفاش عديت الباك. اون فيت انت سيتي الهدف من اهدافك معناه انه تتميز للدرجة هذية ولا قريته بر؟ هو تركز على المسير في حد ذاتها، تركز باش تعمل جو على القراية نتاعك، فاش تستفيد من المسير نتاعك ونوتات تجي واحد. هي تركز على اللي عندك ونوتات بعد ريزلتا تجي واحد. دونك مش اوبجيكتيف نجيب 20 ولا حاجه، اوبجيكتيف كل ماتش وماتش قال الاخر. ايه باه كيفاش وقتاش جاتك النتيجه، كيفاش كنت مع شكون الرياكسيون، احكي لنا كيفاش صارت العمليه. جبت ريزلتا عند اختي اول واحده بعثت لها سمس، اما مش يقروا حتى واحد ريزلتا، كنت وانا صدمة ومن الفرحة والحمد لله فرحت أنا وفرحت عائلتي وصحابي وأسدس كل اللي استنى في اللحظة هاي. تفضل مدام. أنت كان شاء الله مبروك عليك إسراء، صباح الخير. أنا أول فيديو شفته هو فيديو إسراء، سورتو أنه الوالد في الحج، دونك الناس قاعدة تتناقل كيفاش
فرحة والد إسراء دوبل بوجوده تواجده في البقاع المقدسة وكذلك بفرحة بنته دعوات الوالد. إسراء ميساش خلينا نعاود نطرح عليك نفس السؤال اللي طرحه عليك خالد. إسكو أنت كنت تعرف لي باش تكون من المتفوقين يعني سيغمان أنك أنت في مراحل الدراسة الكل كنت من الأولانيين وإلا لي أنت تفاجأت كما كنت تحكي معناها قريت كل ماتير وماتيرها وأنه توجي سيغمان بتفوق ولكن ما تصورتش أنه تكون 20.01؟ كنت أتوقع في مويان متميزة أما توقعت شافرين معنا دوك فرحت ما قلتش شبيني مش أنا الأولى متاع الجمهورية. لا ماكش من ذلك النوع لا لا شنو هي كل السؤالات شنو ناوي تعمل شنو تحب تعمل شنو البرنامج مثلت مش واضحة البرامج اللي أنا كنت حاطة مدفين قبل جزلتها أي تو عايشتها تنعود نفكر تو ما عاش لعبنا مدفين معناها ما النية تقعد في تونس ولا تخرج إسراء ما عارف ما هي هي خذ وقتك ووقتاش هو التوجيه مازال كنترول ومازال برشا حاجات دونك خذ وقتك خذ وقتك احتفل بالباهي. قداش لميت حتى التو إسراء؟ والله ما عرفش ما تعرفش صحيح ردبيك تعطي يوم لامك وكاب يظل هي ما تعرفش خاطر الوالده قامت بالواجب فغمان فما حلو فما جو فما ريق فما حاجات باهية. عملتوا حفله في الحومه ولا اليوم ولا احكي لنا استدعانا اعمل حاجه احكي والله الحمد لله اصحابي كل جو اسيد عم تعيد استغربت انهم جو خطر بعيده شوي نتسمى يعطيهم الصحه الناس كلها فرحوا معنا اليوم ويعطيهم الصحه الناس يعيشك يعطيك انت الصحه اسراء دونك 20.01 واحدة من المتفوقين في شعبة الراديات في دورة بكالوريا 2024 20.01 كمان يعيشك يا اسراء نهارك زين وكمل كمل نومتك بالباهي خاطر اليوم عندك نهار بتاع احتفاليه مهنيه قرايه وسكوتيه وحشامه مش كيفك بالعكس والله كيفي انا تفوتني كان بالعشرين اسرار وانا بيجي هكي كانت بلانتا وما نعرفش نعبر في الاوقات هذه هكترا معناها اسراء ما يمكن الفرحة تفوت انك شنو تنجم تحكي ما هني قلت لك واحدة من اول الفيديو اللي يسر 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 مريتيشن احكي لانو الفيديو اللي كنا نتفرجوا فيها هي فيديو بتاع ايفيم دونك مراسلنا كان موجود على عين المكان مع العائلة دونك هني علش قلت لك انا يسر غيرت راني البارح خاطر البارح تيك توك الناس نعرفش قديش حطت تليفون يسجل قبل ما تجي الريزلتا باش نجموا يوثقوا الفرحه هذيك اللي يسر 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 محلاها. مثلا انيس البارح كي قرات 20.01 ما في باليش ما دخلش المخ لهي النوت في بالها 8 ودقيقه 20.01 جيبها ولا ثلاثه تريمستيات انت كمان يا ولدي على عام كامل هاي مبروك للي نجحوا الكل مبروك للي نجحوا بالرشا والله انا خاطر عديت الباك مع برشا اصحاب اكثر واحد فرح فينا هو اللي نجح بالنجاح بالرشا 9.03 معناها كي تقرا المسج تاعو تقول مستحيل يطلع نجح اما نجحكم احلى فرحه احلى فرحه 20.01 ما تعرفش كنت تعمل ميتين تاع الميتين ما تلعبهاش تو نشوفوا احنا بقيه المتفوقين في باقي الشعب النسبه الرسميه نرجع نقول مازال ما عندناش ارقام رسميه من وزاره التربيه والتعليم ان شاء الله غدوه الكونفرنس دو بريس شوفوا نكتشفوا فيها اهم التفاصيل. وقت خديت الباك انت نيس دو 2000 ما تحبش تقول 1900 و والله نسيت 2002 يا حسر يا حسر وقت اللي تقول التهريج تذكر مش وصول التهريج تذكر كيف وصل لي سي ميس نعمل في الميناج ومي قالت لي برا وسع بالك اعمل الميناج شوفك توسيع البيل اليوم بالبوق معناها عشت انت لا والله لا ما خلطتش على البوق مال لي باللي سي ميس تستنى جريده باللي سي ميس ثم لي سي ميس في 2002 فما يا زيتشي تو والله فما في وقتاش انطلق هو الاعلان بالارساليات القصيره والله فما بالاي اس ام اس في 2002 احنا خلطنا عليه بالاي اس ام اس اخي عندنا بورتابلويت في 2002 عندي بورتابل بيان سور لا ماهوش منتشر يزيد ما تتغلطش لا ما تبداش تغلط امان على البورتابل نتاع 2002 ناخذوا فيك الحاسوب العائلي لا 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 بالاي اس ام اس مستحيل انت قلت مستحيل ب 2002 بالاي اس ام اس تصغر في روحك لسه
نغادر في الراي العام. هيا اي اف ام اكسبريس. انتم تسمعوا في خالد العبيدي من 7 ل 10 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم من جديد. 7:35 دقيقه الاثنين 24 جوان 2024. برشا احتفاليات اليوم، برشا حديث على البكالوريا، على نوفي ماني اللي انطلق اليوم 24 جوان 2024، وحتى البوليميك اللي صاير على الكونكور نتاع لا سيزيام اني. كانت معنا اسراء نصيب، احنا من معهد النموذجي بقفصه، المعدل 20-01 قدامي الاس ام اس نتاعها، جابت 20 في المات، 19.75 في الفيزيك، 20 في السيانس، في الانجلي جابت 19.5، فرنسي 18، عربية 16.75، هذه النوت اللي طيحتها، وفي في الفلسفة 17، وفي الانفو 19.94، المعدل العام 20.01، على خاطر إسراء أخذت ديسبونس، معناها أخذت إعفاء من السبور. خذيت اعفاء من السبور، دونك يمكن كان عديت السبور راهي جات لولا، كان عديت مليح ان توكا راهي جات لولا في تونس. مشكول اللي جاي لول في تونس هكا تستقبل اللي جاي لول في تونس. المهم بربشو شويه، خلينا نشوفوا الرياكسيون نتاعو باش تكون. رامز صباح النور. بخير. سافا بابا امورك باهي؟ بخير الحمد لله. شنو خير؟ دار سهريه عملت فتقت من بعضها. هكا هذاك هو. وين سهريه البارح؟ عمل بيبليسيتي مسلش في دار ولا خرجت؟ في الدار والله، في الدار خاطر ابرج اذاعات لكن في الدين ما تنزلش نخرج. اوكي اصحابك يكلموا فيك كي نخرج وين نخرج، وانت تشديت مع العائله؟ خرجت مع اصحاب مازالوا خرجت مع اصحاب مش كنا والنهار. وبديت تخلص في المبروك ولا؟ بديت ميزانيه. اما لميت حاجه باهي انت؟ هاي احكينا احكينا كيفاش عديت، كيفاش اختنا من كيفاش عديت. اسكو انت كنت حاط اوبجيكتيف المعدل من نوع هذايا معناها ولا جيت هكاك؟ الحق اني كنت حاط اوبجيكتيف معناتها اني باش ناخذ وين باهيه معناها 19.5 قويه صحيح، اما 20 فيرجول الحق ما كنتش حاطها في مخي معناتها. انت حاط 19.5 علاش؟ على شنو كنت ناوي معناها؟ مثلا كنت حاط البورصة فور اكزامبل برا. سيتي سا لوبجيكتيف من الاول؟ اي من الاول. انا معناتها كي قلت معناتها كان زيد كان ما زيدش هذا غالب معناها مش يا اخي. الحمد لله جيت بالقوي. الحمد لله الحمد لله جيت بالقوي. باه احكي لي على شكون اللي بعث الميساج، شكون بعث لي الميساج انت ولا؟ لاني ما حبيتش نبعث معناتها من تليفوني خاطر انا ستريسي، دونك بعثوا تليفون امي وتليفون ابنت خالي. القوة الرب كيفاش نجمت هاي؟ ومن بعد بنت خالي افقت ما تبي اول مساج ما كيف جاي بديت اتقرا فيه قلت لنا 20 فيرجول خاصة نعيط وديجا هبط. فهمتها 20 فيرجول من الاول ولا تحسب وقتك حتى هي؟ تغزرها تغزرها بعد تعمل لك بعد قرات موين تعمل موين 20 فيرجول كان خاصة نعيط ونسكت. خارقة العادة. باهي بنت خالتك دونك جات هي ديجا في الدار، بنت خالك ديجا في الدار وكلكم ملمومين. تحكي لي تحكي لي رامز، احكي لي عديت الباك ما نحسدكش انت. احكي لي كيفاش صارت العمليه. انا عديت الباك. لا كيفاش المومون تاع اللي جاكم الاس ام اس ملمومين عائله كامله؟ كنا ملمومين الناس الكل اللي ستريسي على الاخر وعرفت كده حتى حد دخل شوف الميساج. بلي ستريسي بلي ستريسي علاش رامز؟ بخاطر بالاستريسي ما تاثر اللي ذا كامل السنه في 8 نتاع الصباح. واي اسمع كيفاش عشتوا التاجيل نتاع الانونس ماستين النهارين؟ والله خايب خايب على الاخر يا برسمت هذا ستريس ستريس خوف ما كفاية حتى شيء. ومن بعدك صفر الحمد لله. نجمت تاكل في تسكن في سهلول انت؟ لا في مساكن يعني. في مساكن وديجا صايم وقت يعني وقتها شفت. يا اخي انت من لي سي بيلوت تاع سوسه ولا؟ اي لي سي بيلوت سوسه. تعمل ديبلاسمون كل يوم؟ اي ولا يعطيك الصح يعطيك الف صح. باهي دوك نهارين عديتهم في مساكن تستناوها وكل مره ياجلوا، هاو اليوم هاو غدوه هاو الساعه ذي هاو اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. الاول كنت معامل لو 21 بعد كنت معامل لو 22 مع 10 نتاع الليل ومن بعد وليت 8 نتاع الصباح. امك كيفاش العائله كيفاش عاشت التاجيل هذا؟ كيف نفس كنا ستريس كنا بالحق ما حتى حد ما تقد ستريس.
هيا معك اريش. رامز ان شاء الله مبروك. انا على عكس خالد راه ما مستحقش انك تحكي لي الاجواء لاني انت زادت تفرجت على الاخر في الفيديو نتاعك كيفاش تم الاعلان عن النتيجه. برامي جست اكد لنا اسكو المدام اللي كانت موجوده في الفيديو هي الوالده، لانه نشوف في مراه تغزر وباقي حستها ما استوعبتش لا النتيجه لا حتى شيء، واقفه في الوسط وماهيش مصدقه ماهيش مستوعبه. اي ديجا شفت معناتها ما وقت اللي معناتها ديجا ظهرت ديجا وقتها هربت معناتها ما حبيتش اسمع ريتو جيت من بعد قالت قديش اما من الاول ما حبيتش اسمع حتى شيء. انت اول باك في العائله، يعني انت الكبيره. اني اول باك في العائله ديجا. ان توكا ظاهره الوالده من طريقه عدم استيعابها للنتيجه. ان شاء الله مبروك، ان شاء الله ديما متفوق. خليك باش تكمل مع خالد خاطر هو باش يدقق معاك اسكو انت مازلت مصر باش تمشي لالمانيا، لانه على عكسك اسراء بعد النتيجه بدات تبدل هكا في توجهها. يعمل اللي يحب بوليميك. هاو يقولنا خلينا نسبقوا يعني خاطر فما خلينا نفهم المستمعين انه فما مش بوليميك اون فيت، فما كل علاش خارج خيدي يعمل اللي يحب الراجل. جيب 20.15 وعلق عليه. جيب حتى 15 مش 20.15 باش قول لي باباي شنو تعمل. اي الحمد لله ما تصل. انا اللي نعمل انجينير سايبر سيكيورتي. فين سايبر سيكيورتي؟ هندسه في الامن السيبراني ان شاء الله في المانيا كما قلت. اذا فرحت قبل ان شاء الله يسهلك. عملها في روسيا الجو ذي في روسيا دارك تو. انا هو اللي مع الجيش الالكتروني لفلاديمير بوتين. اه غادي نعم في اسمع في المانيا سيت معناها سي لا و سا سباس قال الاخر السايبر سيكوريتي. مش في الهند ضربه اكثر الحكايه مثلا نحكي في جده. ما نعرفش نتصور يعني في الهند. العيشه في المانيا خير تقول انت نتصور. ومن الاول الحكايه نتاع هذا الانفورماتيك ضربت لك في راسك ما عندكش الجو تاع ميتين واحد. كنت متعدد بين حاجتين سواء انجينير مع انجينير في الانرجي في الطاقه معناها رينوفلابل انرجي رينوفلابل ولا في الانفورماتيك. ومن بعد هذاك اللي حسيت لاني عندي افونشي في الانفورماتيك اكثر برشا من في الفيزيك شيمي. دونك قلت نعمل انفورماتيك خير. هذا هو خويا بالتوفيق. عايشك ربي بالتوفيق. مبروك مره اخرى. كان تحب تبعث لنا الاس ام اس تاعك نقراو نوتيتك قول لنا. ابعث للحسين تاع نقراو نوتيتك خلينا نفهموا كيفاش لميتها. انت شنو هي الاوبسيون؟ اوبسيون المون باز. قداش جبت دونك في الالمان؟ 20/20. وشنا هي النوت اللي طيحتك بربي؟ طيحني العربي شوي. قديش؟ 17.12. حيت شو النوت الوحيدة اللي تحت 19. النوت الوحيدة اللي تحت 19 كلها 20/19/19 في ما فان كلها ما بين 19.5 وال وانت اسمع وانت تعدي مستوعب اللي قاعد تعمل فيه معناها مستوعب اللي انت قاعد تو اكسل في كل اكزامان ولا؟ والله ما عرفت اني كل دفار خرجت منه ما تنعرف اني يعني عديته قبل بي ما دي ما عرفت كلي سورتو في اللي ماتير الاتجاري وقد عبت خايف. وحتى في المات والفيزيك عرفت كلي ما دفار ما تنزلش انت تراجع كل شيء عرفت كل اتخدمها ما عرفت ترجع على دونك دي ما تقعد شيء تقول زعما غلطت فيها ولا ما غلطتش. اي اسمع عندك صديقتك؟ لا عنديش التو بشي ولي عندك برشا اصدقاء. معناها تو بريفيري تقعد وحدك عم تلباك باش تركز. هذا هو. ايوه يا حبيبي ما تنعملش ريفيزيون انديفيدويال خير ومش ما يجيكش واحد تقول لك اسمع اقعد اقرا في تونس وما تمشيش لالمانيا والجو هذاك خير. صحيح والله كثيره. اي خويا انجوي ان شاء الله تعمل سهريه باهي سهريات باهي نهارك زين. ميرسي بوكو اللي قمت ونعرف اللي انت ما رقدتش مليح وقلت لنا داير ما رقدتش مليح اما ميرسي بوكو خاطر حابين نفرحوا معاك وقبلت انك تتدخل معنا. ايش قولك فيه؟ محلي والله يسر محلي. خليه يمشي لالمانيا باهي شي زاد ما نحكي مش عليك انت نحكي على عبيد. دي شنو علاش يقرا في البرد؟ دي اي واحد من اللي كتب نوع من انواع لي كومونتير هذوما كي نجي ربع فرصه مش يمشي حتى اثيوبيا. هي هو كان واضح ومحليه كي تحقق الاوبجيكتيف نتاعك الرئيسي انه هو كان يحب ياخذ بورس هاو جيبها كيما يلزم. محليه على الاخر وننصحك خالد ان شاء الله برك عام جاي اسمع تبع الفيديو باش تعرف حتى البروفيل اللي قدامك شنو بالضبط. ومحليه فرحه العائله وهو لا سبيسياليتي اللي يحب يكمل فيها
ماهيش اسي ديفلوبي في تونس معناها كيما في المانيا وكيما في برشا بلدان. وي اون معناها احنا عندنا من اهم المدارس ليزيكول جامعات نتاع الانفورماتيك في معناها قاعدين نخرجوا في اهم في دي بروفيل مهمين ياسر باش نبداو متفاهمين. مي هو يلوج على الاكسيلونس دو الاكسيلونس دونك عنده الحق يخرج على روحه سيد ويعمل اللي يحب بذريعه وبقرايته ويسلم قرايته. هذا هو اللي تستقيم عليه فعلا عبارة يسلم قرايته. دونك رامز مساك الاولاني افضل معادل في البكالوريا دورة 2024 شعبة الرياضيات المعهد النموذجي بسوسة. السيد يعمل في نافيت مساكن راهي ماش قريبة امام الكيس ماست معناها الكيس في برشا امبوتياج مساكن معناها فما تعب كمان فما تعب وفما يسي ديفوي وربي يوفقه وربي يجيبه في السواب وان شاء الله يوصل يحقق احلامه ان شاء الله. الكل جيهان لانفو ترافيك مازلنا مواصلين حتى العشرة متاع صباح في الماتينال. انتم تسمعوا في خالد العبيدي من 7 للعشرة متاع الصباح على EFM احلى راديو. مرحبا بكم من جديد. 7:51 دقيقة الاثنين 24 جوان 2024 مازلنا محتفلين مع التوانسة بنتائج البكالوريا المغربية. عن 51 دقيقة ايميسيون لتوا جينا حتى صحن حلو ولا تعرف جازوز لا حتى جاي حتى مستمع حب يجيب لنا المبروك غريب. ما عملناش نيدي يا اخي من غير لازم احنا ما عندناش ابار كوزين راويه معناها ما عندناش شكون نجح في البكالوريا دونك نورمالمون راي راويه جيت جابت لنا المبروك. خلينا نقولوا الكوزين نتاع راويه اشراق خالص ان شاء الله الف مبروك نجاحك في البكالوريا شعبه اقتصاد وتصرف دونك ان شاء الله مبروك ليك انت وكل عائلتك ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك الاشراق الخالصي اللي نجحت في الباك كما قلت روجا شعبة اقتصاد وتصرف كوزين تكراوي تقول لك مبروك مبروك نجاحك في البكالوريا. ونرجع نقول مازلنا نستنيو في المبروك مستمعين عيب عليكم عنا تقريبا ساعة من اللي انطلق البرنامج نورمالمون من غير ما نقول لكم تجيبوا واحدكم الاثنين 24 ممكن امبوتياج انا نقول امبوتياج مش حاجة أخرى إن شاء الله. هاي باش نمشيو باش نمشيو مع يظهر لي أكثر واحد فرح في البكالوريا بتاع 2024 هذايا ما نعرفش ينافس شو اسمه الأولاني هو ينافس رامز. ينافس رامز في الفرحه نتاعو باش نحكيو على بو نتاع ثلاثه بنات بالضبط. نمشيو للمستير ونحكيو على ثلاثه بنات التويمه اللي نجحوا. نحكيو على دارين اللي جابت 15.22 شعبه علوم تجريبيه. نادين جابت 15.83 شعبه اقتصاد وتصرف. وصابرين جابت 15.62 شعبه رياضيات. ان شاء الله الف مبروك للثلاثه خويت هذوما اللي فرحوا عائلتهم فرحه كبيره برشا قاعدين يشاهدوا في صورتهم على EFM تي في محلاهم ومحلى فرحة عائلتهم اللي معانا ولدهم نحن هو سي صاحبي مباشرة سي صاحبي صباح النور باش نبركولو صباح خير. ما زلت ما رقدتش انت ذا هيا مبروك يا سي صاحبي يعيشك بارك الله فيك مبروك 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 ميرسي عيشك بارك الله فيك ومرحبا بي اسام ويعطيكم الصحة وتواكبوا الحد يا ودي انت يعطيك الصحة بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. اسمع صرفت برشا فطورات صباح اليوم اسنان والله الحمد لله يا ربي نجاحهم كان فرحة كبيرة ياسر في حياتي ما نكذبش عليك معناتها اكيد معناتها هذه نتيجة تضحيات كبيرة من امهم خاصة الاكثر امهم بتعرف معناتها امهم روسية معناتها ومتغربة وكذا وفهمتني وضحات بالغالي ونفيس باش تعيش في تونس معايا وباش فهمتني وربيناهم والحق معناتها يعطيه الصحة ونحيي امهم تحية كبيرة ياسر. يا انت دفعت فلوس ليتيود هذا حتى انت تحية لك يعطيك الصحة يعني انا يجي قلنا كان يجي في المرتبة الثانية في الوعد لا انت اللي بالبنات وامهم قال لي اخر دونك يعطيك الصحة واسمع عيشك. اسمع ثلاثة بنات ثلاثة تويمة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم صلي عليهم كل واحدة في سيكسيون كل واحدة ومتطلباتها ظاهر حتى ملوك كل واحدة والكاركتير متاح صحيح وقاسمين بين عرب وروس اي صح و نحب نعرف كيفاش عشت النهارين متاع التأجيل
والله ما رقدتش صدقني كلامك صحيح صدقني ما رقدتش في بالنا الا شفت على الريزلتا معناتها نهار السبت 8 نتاع الليل قعدنا نستناو بعد تبدل التحكيه ولا قالوا لا نقراو نهار الاحد ابارتير من 8 نتاع الصباح صدقني ما رقدناش بالكل هكايا فهمتني جاو بعجات بحذايا اختي وصغارها وكل وقعدنا في الدار نستناو في الريزلتا فهمتني اني امهم شفت امهم كانت متاكده معناتها كلها 99% لو ما مشينش ديما اني عندي كل معناتها الخوف هكا وكل فهمتني بيان سور فهمتني مهما كان مهما كان يعطيك الصحه والحمد لله معناتها مية البنيه دارين اللي هي شعبه علوم تجريبية تبكي ما عجبهاش برشا ما قنعتش بالمويان خاطر الكرة الثلاثية قاعدة بعد الواحد بعد الريزلتا اوكي اي بعد الريزلتا الكرة الثلاثية معناتها تجيب في معاناة البيت معناتها خير منك الله غالب قلنا لها معناتها فيها خيرة اي بعد فهمتني في التوجيه اكتشفت روحك لا تنجم تمشي معناتها للسيكسيون اللي حاجتها بها معناتها ولا تفرحت شوي وبردت شوي هو راهو معناها فما نوتات كي العاده فما نوتات طالعه الفوق برشا اما اون ريجل جينيرال السنه راهو فما تراجع بمعنى مش معناها راهو التلامذه ما عملوش اللي عليها اما الدوفوارات كوميم دان سارتان نيفو نتاع كسوحيه اي صعيب لا لا سنين سيرتو في السيونس اكسبيريمونتال معناتها جي صعيب باك فهمتني صحيح معناتها يعطيهم الصحة يعطيهم الف صحة يعطي اي اش باش تشري لهم كل واحد والله هذه كلهم ليهم هذه كل ليهم اي ربي يفضلك ليهم عيشك بارك الله فيك وبربي نحب نحيي معناتها اي اف ام وكل العاملين في اي اف ام على معناتها المجهود ومع اللفته اللي عاملينها معناتها في الفرحه نتاع الواحد ويزيدوا معناتها يدخلوا الفرحه اكثر معناتها حتى مزيه وبالعكس انتم يعطيكم الصحه اللي معناها قبلتوا انه نعيشوا معاكم فرحتكم يعطيك الصحة وزيد معناتها الإطار التربوي نتاع الليسي فاطمة بورقيبة يعطيهم الصحة معناتها بالحق عام عدو معناتها قراب ياسر معناتها للسيرتو معناتها للباك اللي جمعت الباك أما مش معناها راهو تشكر في إي إف إم معناها باش ننسى السؤال نتاع مش تهدي لهم أنا كلي ليهم يقول لي بالحق كونكريتمون تو والله والله مازلنا نعيشوا بالفرحة مازلت ما هي ساعة دورت ماسو على الدير ولا دورت ماسو على الدير ولا ديجا بالطبيعة لا شك فيه ولا جماعة أصحابك اسمع جماعة أصحابك أنت باش يكلفوا لك برشا زاد مبروك والله يكلموا فيها والله بيان سور مالك باش تفلتوك وأم أمية باش تسافر بيانتو إن شاء الله معناتها باش تمشي تطلع الأم مع الوالدة نتاعها لو بروميي جويي تسافر تمشيو معاها هما لا ها دخل في الامور الشخصيه لا مريقل يا ودي يا ودي على البعد وبرا خاطر في سيبيريا امه تسكن فهمتني اي شو الطقس وين ماشي عملوا مشاو معاهم سنين طلعوا بهم معناتها الواحد باك وكذا ما نجموش نمشيو حصيلوا ان شاء الله كل شيء بالبركه عايشك بارك الله فيك باش يقعدوا بحذاك ولا باش يخرجوا تو؟ لا باش يقعدوا بحذايا باش يقعدوا بحذايا ثلاثه اي ثلاثة اي واحدة معناتها حابة تعمل بريبار مستير واحدة في كارتاج يا شوسي وواحدة تعمل سيدي بوسعيد ارشيتكتور ان شاء الله ربي ينجحهم وربي معناتها يوفقهم كان عاشق بدار كريه ولا حاجة كلمني حاضر عزيزي حاضر يكريو مع بعضهم كارتاج سيدي بوسعيد يكريو مع بعضهم اي زوز يكريو مع بعضهم والاخرى بحبنا في المستير هكا امورها مليك امورها مليك كل شيء بالبركه سيدي ان شاء الله مبروك ان شاء الله ديما فرحين وان شاء الله تشوفهم مع رايس وتشوف صغارهم ينجحوا في البكالوريا سيدي بارك الله فيك الله يخليك بارك الله فيكم وعايشكم ميرسي يا ابو صباحه ايوه وحياه قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه ما بالنا غنية ذي أنحبها مش نرمال وزدت حبيتها الحقيقة بعد مش في البكالوريا
كي خذيت الإجازة وقتها من معهد الصحافة في الحفلة تلفت وقت اللي حطوا الأغنية هذه لقيت أمي تبكي دونك ياسر قعدت الأغنية هذه ياسر عندها معزة خاصة في قلبي. هاي سيدي نسمعوا الميتيو الأخبار بعد شوية مع أنيسة المكشيح اللي قالت أنه عام 2002 الباك بالليزاميس عام 2002 الباك على ديناصور يجي وحشوية يجيكم بخوش في أخبار رياضة مواصلين حتى العشرة بتاع الصباح في المدينة اللي.